صحيفة سان الإنجليزية اللي كشفت إن روبن أوميوم يخطط لصفقات. خلاص الراجل تولى المهام الفنية بشكل رسمي، وهيتم الإعلان عن كل شيء في بريس كونفرنس عالمي، ولكن بدأ دلوقتي يشوف احتياجاته. الراجل عايز، دايما بنقول لحضرتك هنا فيما يخص الايدنتيتي أو هوية الفريق، هوية الفريق بتبتدي مع المدير الفني من لعيبة الدفاع بالذات لما يكون بيلعب بالبيلد اب او بيلعب بالبوزيشن. فبالتالي الراجل عايز يكون خط دفاع قوي، ودي كانت مشكله تن هاج مع مانشستر يونايتد. فبالتالي خط الدفاع بيتكون من 3 لاعبين، والراجل عايز يبقى عنده بدلاء وعايز يبقى عنده سكواد قوي جدا رغم وجود يوريو وليساندرو مارتينيز وديليخت، ولكن هو شايف ان الراجل عايز صفقة بعينها وهو عثمان دي منادي. دايما اي مدير فني بيبقى عنده قناعات، بيبقى عنده طريقة لعب، بيشوف ان في لاعب معين مش ممكن يكون اللاعب السوبر هيرو ولا عنده سوبر باورز، بس هو ده اللي هيعرف يطبق فكره داخل ارض الملعب. عشان كده الراجل متمسك بعثمان دي موداني دوت اللي موجود امام حضراتكم على الشاشة، شايف ان هو هيساعده في تطبيق الهوية الفنية له داخل ارض الملعب. وبالمناسبه الراجل ده اسمه ارتبط بارسنال وارتبط بليفربول، وهو على علاقه قويه جدا بالمدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، وان شاء الله يعني ممكن تشوفوه موجود مع يونايتد. وتوقعي الشخصي ان مانشستر يونايتد هيبتدي ينور في الفترات اللي جايه، لان بوجود قياده فنيه جديده الدوافع لدى اللعيبه بتكون مختلفه عند الجمهور، الدنيا بتكون مختلفه عند الاداره. فبالتالي ان شاء الله مانشستر يونايتد هتشوفوه بشكل مختلف تماما خلال الفترات اللي جايه. وانا على فكره من اول ما بدات اتفرج على الكوره وانا من الناس اللي كانوا بيشجعوا الريد ديفلز مانشستر يونايتد، وبحب دايما كنت الماتشات بتاعتهم وبيكهام وفان نيستلروي والجيل التاريخي اللي كان مكسر الدنيا، ولكن ما قاملهمش قومه من ساعه الجيل ده. مكملين مع صحيفه سان الانجليزيه اللي اكدت حدوث تعديل في قائمه المدربين الاعلى أجرا في الدوري الإنجليزي بعد انضمام البرتغالي روبن أوموريوم للقائمة اللي بيتصدرها طبعا البيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والقائمة بتضم الأعلى أجرا في البريمير ليج. طبعا جوارديولا بينفرد في الصدارة ب 20 مليون جنيه استرليني، وبنستعرض مع حضراتكم القائمة للمدربين الأغلى من حيث الأجر في البريمير ليج. النهارده في العديد من المباريات الهامه في مختلف المسابقات، بيتصدرها لقاء ليفربول وبرايتون اللي منذ دقائق ابو صلاح كان بيسجل الهدف الثاني لليفربول. هنستعرض مع حضراتكم قائمه باهم المباريات النهارده، وبعد كده هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيفنا الناقد الرياضي محمد مطوع. بعد هذا الفاصل ما تروحوش في اي حته.